ما هو حكم القزع؟ القزع معناه حلق بعض شعر الرأس وترك الآخر، أي أن تحلق جانبا وتترك جانبا آخر. وأما أنواع القزع فهي أن يحلق شعر الرأس من أماكن معينة دون الأخرى، ومثال على ذلك أن يحلق من الناصية شيئا، يحلق من القفا شيئا، يحلق من الجانب الأيمن والأيسر شيئا، فتكون الحلاقة من أجزاء متفرقة دون أخرى وبدون ترتيب. من صور القزع أيضا أن تحلق ناصية الرأس ويترك بقية الشعر، وأن تحلق الجوانب ويترك وسط ومفرق الرأس، أو أن يحلق وسط الرأس وتترك الجوانب. اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكم قزع الشعر، فذهب علماء الشافعية والحنابلة إلى القول بكراهته، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، بينما ذهب آخرون إلى القول بتحريم القزع استنادا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر الصبي جميعه أو تركه جميعا. والأمر وفق رأي من قالوا بالتحريم يفيد الوجوب، كما حرم بعض علماء الأمة تقصير الشعر من الجانب وتركه من جانب آخر باعتبار أن ذلك داخل في مفهوم القزع المحرم شرعا، وتتأكد حرمة القزع إذا كان المقصود منه التشبه بالكفار، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم. وقد سئل الإمام أحمد مرة عن حلق القفا فنهى عنه أشد النهي باعتباره من أعمال المجوس. ومن الأدلة الشرعية على تحريم القزع ما جاء في السنة النبوية الشريفة عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، حيث قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.